سي بور سا اللي تربطني معها علاقه مليحه. عمره ما دخلوا بيان او كونترار بصح انا باري سبين نعلمو نعلمون فهمت علي الكثير ربما كما قال ربي هذه اسمح لي عطيت لي فرصه باسكو شويه تقلقت. هذا الانسان اللي خلق هذه الهضره هذه هذا انسان دارنا بارازيت في الفريق. كي جات شاركت مدار كان عنده باساج في سي ار بي وكان تكلم عليه انا ذاك سعيد علاق كان يقول واحد الانسان راه يخلط كذا منا فهمت واحد الانسان راه يخلط ومازال يخلط للان. انا باري سبين ما نقولوش ولكن جات اليوم رانا في لافان سيزون فرغ شويه قلبي باسكو انا تعبت حرش عليا ناس ينتقدوني يقولوا نامبورت كوا. انا نقول وحشم يعني اختي شباب بالوزداد بركات الناس كاع يعرفوك بركات خلي سي ار بي هذه تمشي مع بعض. هذا يوسف ما حبيت تضيف شيء؟ اسمح لي والله غير نقول كلمه على الرئيس. تفضل. بون ما نعرفوش مليح ولكن نعرفه. الرئيس هذا مع الجماعه تاعو جاو نيغوسيو معايا ليبوك في لوساندي باش نحكم 2018 باش نحكم شباب الوزداد. نقول هذاك الوقت شباب الوزداد ما عندوش باش يخلص صح شهر تاع لاعب ما كانش كان في وضعيه حرجه تم وين كان هو بوسته وشتوف جاو ليا قالوا لي حبينا نشوفوك تشاوفنا نيغوسينا. قال لي ودي فوالا باش تحكم الفريق التم. عرفت الرئيس هذاك كي كانت السي ار بي في الديك ما عندهاش شهر باش تخلص الاموال تاعهم ويديروا في لي بريم وكذا. قال لي شوف الشيخ حنا ما عندناش درام بصح واش عندنا نقسموه اللاعبين نجيبوا لي بريم. اليوم كي سمعت باللي هو رئيس تكلمت مع علي الله نشفع. علي قال لي ما شاء الله قال لي كلش انسان اللي تفهم ميليا ويحب سي ار بي. وكي كانت هذاك الوقت قلت له وحطه وكلش تحب ولا تكره ايه نهضروا يا خو. كي كانت هذاك الوقت كان يجي ويجري صح ويتكلم مع الناس. يا للاسف هذاك الوقت قلت له اني مديت كلمه وما تحكمت جي اس كا. نقول لك باللي السيد هذا نعرفوه في وقت الضيق صح ماشي انا نعرفه وهذه الحياه الضيق تولي طبعا جو بونس باللي زاد تكلم على شرف الدين ثاني انسان محترم. انا جو بونس الناس نورمالمون يخلوهم يخدموا ونقول لك باللي بربي ان شاء الله يدي لا كوب دافريك ان شاء الله. علي كان حذر من هذا الشيء لما وصلت انت على راس الفريق قال خليوا على الاقل الناس وحاسبوهم في نهايه الموسم. اليوم كي يحكي لك وتحس بلي يهضر بمراره قال لك ناس حرشوا عليا ناس واحد يقول عليا انت خضره فوق عشاء وانت ماشي انت اللي جبت لونترينور يحكموا فيك من الفوق. يعني علاش هاد لا ميشونستي الو كل الناس كامل تعرف الشخص هذا كرئيس للنادي انه قريب من الشباب محب للفريق كان في وقت الشده. علاش كل هاد لا ميشونستي ولات عندنا؟ يعني انا جبني يوسف كي قعد يشكر في الرئيس وقال لك زاد قال حتى ونقول له على بيه دخل تريكو في الفاوت بيان سور تخرج فيستا وكرافات باسكو اللي يصير ديال خلاص. دوكا شوف الناس اللي كانوا البغرير مدحدح بالعسل ويروح لهم والو عندهم حشاكم ما يطلقوا عليها البيت بولات هذوك باش يسيو ويقلقوه يديستابيليزيوه هو عارف سيرتو كي جا الميركاتو. ايه سيرتو ميركاتو كي جا الميركاتو. دونك انا هو على باله ما عندي ما نقولو على باله باللي فو با يكوتي سي جون لا كمل خدم انت راك على الطريق الصواب. بليز امبورتون زوج حوايج مع ربي تكون صافي والضمير تاعك مع هذا الكلوب اللي تحبو والشعب اللي راهم يثيقوا فيك يكون ضمير مرتاح. لو ريست لي شيان ابوا اي لا كارافان باس. خلينا نروحوا للتصريح ما قبل الاخير باش من بعد نروحوا لبعض التصريحات لبوزيدي ونختموا حصتنا اليوم. ما عادش تكلموا كثير على البطوله الوطنيه لان المباراه الاخرى مباراه تقريبا شكليه ما عدا مباراه البقاء. تصريح الموالي حول الدراوي والذي حدث هذا الاسبوع رغم انه رئيس ربحي لم يصرح انه دراوي امضى لكنه قال اتفقنا مع اللاعب دراوي الذي امضى في نادي الوداد البيضاوي. نستمع للتصريح هذا. ثقه لاعب تاعك عنده 3 سنين وهنا كان اكد هو في لافان دلاني كان اكد باللي قال لك الا جاني دي كونتاكت من لي بي دو غولف نمشي. ومن بعد عاود تكلم معايا كانوا فرق عاصميه سيرتو اتصلوا به قال لي عيطوا لي وتكلمت معاهم قال لي باش ما تزعفش. قلت له ما تزعفش انا المهم
المهم راك في دارك. هو كان عنده الاب تاعو مريض، ربي يجيب له الشفاء. قال لي نجوز باش نسيني العقد. ومن بعد هذاك النهار تخالفنا شويه، هو راح لعندي يشوف القلب تاعو كان في السبيطار. ومن بعد طلب مني باش يمشي في عطله، مشى في عطله، كلمني من تما من العطله قال لي وقتاش نروحوا يعني للسعوديه. وكنت قلت له ما تعاودش دير يعني الغلطه الاولى، قلت له قال لي لا لا خلاص، عطاني كلمه يعني انا هادشي اللي غادني الحال. تما راه طيح لي كلمتي والانصار زعفوا عليا بون ايزون بصح. ولكن في اخر المطاف حنا نقولوا ما كاش اي لاعب كبير على شباب بلوزداد، شباب بلوزداد هو الكبير، هو اي لاعب ما وكاع يعني لاعبين كاع على بالهم بانهم في فريق كبير، وماشي نابورت كي يلبس المايو تاع الفريق. اذا ما كاش واحد اكبر من فريق شباب بلوزداد، نذكره انا نشوفه في الصور، ناكدوا ما قاله زميلنا وصديقنا امين اكساس. طاحت شويه الظلمه مزيان كاين لي بروجيكتور تاع الكاميرا، سينو ما كاش الضوء. عندك الحق امين، هنا تقدر تهضر على الاضاءه، هنا لفتنا الاحتفال. محمد قاسي السعيد لا احد فوق شباب بلوزداد، امضاء دراوي ربما اغضب الانصار لانه قال لك الرئيس وعدنا بانه سيبقى ونسحقه في وسط الميدان. هي نيول انديسبونسابل رضوان. نعم. كلمنا ومهدي وشرح كيفاش تلاعب بلا اداحه صح التعبير مع الرئيس السابق اللي هو بالحاج. هو من حقه يشوف بخروجه ايضا. طبعا رضوان، ولكن اليوم دراوي مد واش مد السي ار بي، جاتو فرصه باش يخرج من الجزائر، راح فريق ايضا فريق كبير، الوداد ماهوش فريق صغير. نقول لازم حتى الجمهور تاع شباب بلوزداد ما يلوم الرئيس، ما يلوم اللاعب. اليوم يشوفوا لاعبين كبار، نعطيك على سبيل المثال ميسي خرج من برشلونه وحد ما يسبوه، اللاعبين كاع يغادروا ويولي وحد ما يسبهم. لازم نغيروا الثقافه هذه تاع الشتم اللاعبين ولا الرئيس لما يروح لاعب ولا رئيس ما يقدرش يشد لاعب، ما لازمش يشتمه. امين اكساس، واش تقدر تقول لنا على هذه القضيه التي اخذت اكثر من حجمها صراحه؟ البعض قال لك دارها لنا ديجا من قبل، راح للسطيف وخلانا تمسخر بينا في وقت شده، زاد عاودها لنا اون دوزيام فوا، ولانه كان عنده عروض خليجيه واتفق مع الرئيس، وكان عنده عروض من العاصمه هنا، نوادي عاصميه عطوا له اموال كثيره، وفضل البقاء في شباب بلوزداد، لكن جاء عرض في المغرب راح. شوف ما نقدرش نتكلم لك في بلاصه اللاعب، باسكو اللاعب هو اللي راهو في هذا الموقف هذا. بون كيما تكلم رئيس الفريق، انا نقول باللي بالك حاجه اللي بالك لغات الرئيس الفريق هو مد الكلمه. انا كنت بالك كان كنت في بلاصتو، انا رحت من سيار بيسرات لي افير كيما هذه، بصح انا امور واحده اخرى. لو كنت مخلوش كنت بزاف صراو لي مشاكل. هذا ما عندوش مشاكل مالية انا. بصح انت في 2005 كي ولا 6 كي جيت لسيار بي مديت لي كلمه، جيت لسيار بي رغم ان حناش يا ربي يرحمه كان يسنى فيك فرويسو بصح الكلمه جيت سيني في سيار بي. معليش مهدي انا للامانه هذه باش هذه معليش شوف نو باسكو هذا لا نو باسكو انا ميم كي رحت من شباب بلوزداد زعفوا عليا الانصار. صح انا الطريقه اللي رحت بها مختلفه على هذه، باسكو نقدر دوكا ندير لاناليز. انا كان كنت زعما اكزوم في شباب بلوزداد كان كنت كاين امكانيات كيما دوكا بدا، وكان باسكو حنا كتعرف مهدي بالك ما كنتش معانا قريب هذيك لا بيريود، مي كنت انت مناصر شباب، كنت تجي للستاد كنت تجي تشوف، شفت المشاكل اللي كنا فيهم. اليوم دراوي ما نلوموش، هو حر في الاختيار ديالو، كان بالك كان قادر يتكلم مع رئيس الفريق قال انا مهدي اليوم راني حصلت ثلاث القاب مع الفريق هذا، حبيت نشوف شالونج واحد اخر، نبدل نشوف بطوله واحد اخرى. يعطيك الصحه كنا هما نجوزوا الحفله هذه نجي اسمع ماشي عيب اليوم تشوف نعطيك اكزوم عاقل اليوم تشوف انت تشوف غوندوغان في السيتي راح من احسن لاعبين في السيتي، اليوم حب يبدل الكلوب راح راح له اسمه الاف سي برشلونه نورمال. اليوم كان بالك دراوي تكلم مع الرئيس قال انا يا خويا حبيت نغير فريق، حبيت نغير اجواء، يكمل الحفل تاع امسال بعد ما ثاني بالك لي سيبورتور بالك يصفقوا لك بالك كدا، قال فوالا حبيت كان يقدر يجي يلعب درني وماتش الدار. يعطيك الصحه اخر مقابله نورمال دوك خدا. اسمع انا باش من انا ما نظلم اللاعب، ما نظلم هذايا من حقه يديفوندي الكلوب باسكو رئيس فريق، والاخر يقول لك انا نشوف مخروجي. هل كلمك بعد الامضاء صراحه هل قال لك بلي سنين استحملني تحملني بعث لي ميساج، بعث لي مان جوار كلمني قال لي حبي يكلمك. انا كنت شويه زعفان قلت له ما هذاش ما لا لا صراحه قلت له معليش قلت انا ما يعني واش جست ما عجبكش هذا ما كان، مي في اخره هذا هو مكتوب الله، هو مشى في حاله ربي يهنيه.
وحنا ثاني تسير بي كبيره كبيره عليا كبيره علينا كاملين. انت قلت البارح باللي حسن الألماس رحمه الله عليه وغادر شباب غادر شباب راح النصر الحسين نصر سعيود كيف كيف ما راح قال لك خلاص سير بي مزدي والو سعيود لا كان لاعب اكسبلوزيف سير بي وراح جنا دينا القاب بديهه سي حبيت نفهم المناصر ولا الناس بلي لو كلوب هو اللي يدير لك اسم ماشي انت دير اسم الكلوب هكذا لازم يكون عندك ثاني امكانيات عليه كان جوار يجي يلعب في غرون كلوب كيما المولوديه ولا لي غرون كلوب لويس ما جي اس كذا لازم يحط في باله بلي هو لوحي هو يفاس فيغ نو في الكلوب هذا صح ماشي كونترير